حطت بتمام الساعة 9 بمطار بيروت الدولي طائرة جزائرية حاملة صوت عربي أصيل وتاريخ فني لامع محفور بذاكرة الأجيال، وردة جزائرية على أرض لبنان. وردة الحاملة بعروقة دم لبناني توجهت فور وصولها إلى صالة الانتظار، حيث تفاجأت بحشد من أهل الصحافة المحلية يلي تحلقت حول وردة وكان إلها مع دردشة على السريع. بس فرحانة كتير إنه أول عيد حضيف بيروت في لبنان. أما عن وضع الفنان في ظل الربيع العربي والتغيرات اللي عم تشهدها الدول العربية، كان لوردة موقف بهالإطار. لبنان أمي شوي يعني، دمي لبنان أمي، وبعدين كل العرب دمي، إنما في بلاد أمي بحس إني بلادي برضك. رسالة الفنان إنه يمشي أولاً مع إحساسه، وإحساسي أنا بالوطن وفرحانة باللي حصل في مصر بالصراحة يعني. فرحانة لأنه لازم الشباب يعبر. وبعد هالكلمات الخاطفة يلي سرقناها من المطربة الجزائرية، بيبقى اللبناني على نار بانتظار أضخم حفل يشهد صيف 2011 للأسطورة وردة في 2 أيلول بأسواق بيروت الأثرية. كل سنة وانتو بخير. وانت بخير. وتعيشوا بسلام يا رب، نخلص من الهم كله اللي في العالم العربي يا رب يا رب يا رب. وأولهم لبنان، لأنه لبنان ما اتخلقت إلا للحب. يعني مش للحرب، مش للمشاكل.